قد تتفاجأ عندما تعرف أن تلك المادة الحمراء التي تتدفق في عروقنا تكتسب لونها بسبب نوع من الحديد الموجود في الهيموغلوبين الموجود بالدم. وفي دمائنا هناك بروتين آخر يسمى الميثموغلوبين، وذلك لبروتين موجود في دماء جميع البشر ولكن بكميات مختلفة، ووجوده بكمية كبيرة في دمك قد يتسبب لك بالعديد من المشاكل الصحية، أو قد يحولك للون الأزرق تماما كبطل فيلم أفاتار. لذا إن جرحت ووجدت مادة لزجة تشبه لون الشوكولاتة تسيل من دمك بدلا من الدم الأحمر الذي تعرفه، أو رأيت بقعا زرقاء تظهر في جسدك، فمعنى ذلك أنك تعاني من نقص حاد في الأكسجين في دمك، وستبدأ تدريجيا بالشعور بصداع وغثيان، وستجد صعوبة في التنفس حتى أنه سيصعب عليك البقاء واقفا على قدميك لفترة طويلة، وستسقط أرضا. معلومة أخرى قد تتعجب لها: في الماء وعلى عمق أكثر من 10 متر سيتحول لون دمك إذا كنت تنزف إلى اللون الأخضر، فتحت هذا العمق من الماء لن يظهر لون دمك بالأحمر أبدا، ذلك لأن موجات الضوء الخاصة بإظهار اللون الأحمر لن تتمكن من اختراق كل ذلك العمق من الماء، لذا سوف يتدفق الدم منك باللون القرمزي والذي سيبدو مائلا للأخضر الفاتح، ولكن عند العودة للأرض سوف يعود لون الدم إلى الأحمر. قد يعجب البعض بفكرة أن يتحول لون دمه إلى اللون الأخضر، ولكن هذا ليس جيدا بالمرة. في الواقع الأمر ليس مفيدا لصحة المرء على الإطلاق، حيث ذلك يؤدي إلى خلل في نظام نقل الدم بين أعضاء الجسد حتى تعود مستويات الهيموغلوبين إلى مستوياته السابقة، بالإضافة إلى أن عملية تنقية الجسد من السموم التي تحدث تلقائيا سوف تأخذ وقتا أطول من المعتاد، مسببة الآلام للمصاب. منذ العصور الوسطى ادعى المجتمع الغربي أن النبلاء يولدون بدم أزرق، أي أن الدم الذي يجري في عروقهم أزرق اللون، ولكن هل هذا حقيقي؟ حسناً، بالنسبة للعناكب والأخطبوط والحبار والقشريات هذا أمر صحيح، وذلك لأن بداخل تلك المخلوقات البحرية يقوم بروتين آخر بلعب دور الهيموغلوبين في أجسامنا، وهو بروتين الهيموسيانين الذي يحتوي على النحاس بدلاً من الحديد، وهذا يجعل لون دم تلك المخلوقات أزرق. طبعا كما نعرف أن عنصر النحاس موجود في أجسامنا جميعا، ولكن إن وجد بكميات كبيرة فذلك لن يؤدي إلى تغيير لون الدم إلى الأزرق، وإنما سيؤدي إلى تحويل المرء إلى جثة مزرقة اللون، مع كل ما يتبع الوفاة من عواقب مؤثرة على جسد المرء، والموت بتلك الإصابة يجعل الدم عديم اللون تماما. الدم الذي يتدفق في عروقنا نادرا ما يتغير لونه، وهو الأمر الذي إذا حدث يعد إشارة قوية على أن صحة المرء ليست على ما يرام. وعلى الرغم من يقيننا بذلك تجد الكثير من الأشخاص يتمنى لو أنه يستطيع تغيير لون دمه على الطريقة التي يغير بها لون شعره، ولكن يمكن تغيير نوع أو فصيلة الدم على عكس لونه وبسهولة، مثل اسم المرء وجواز سفره. ولفهم الموضوع بشكل أوضح دعني أخبرك بأن جهاز المناعة لدى جسم الإنسان مزود بوسائل دقيقة جدا تقوم بعمل ما يعرف بمولدات المضادات أنتيجينز، وتلك المولدات تختلف باختلاف فصيلة الدم، فالدم تختلف باختلافه مولدات معينة، أما الفصيلة B فلها مولدات أخرى، وأما الفصيلة O فليس لها مولدات على الإطلاق، مما يجعلها مقبولة من الفصيلتين A و B. لذا يزود الدم بنوع خاص من البكتيريا يتفاعل مع الأنتيجينات مولدا دما من فصيلة O. وبالحديث عن الفصيلة الأخيرة O فإنها تستطيع عمل المعجزات في المجال الطبي وإنقاذ الملايين من الأرواح، وذلك لأنها تعد الأقوى من حيث القدرة على مد أي فصيلة دم أخرى، مما يجعل الطلب عليها كبيرا للغاية، ولهذا السبب تعد فصيلة نادرة، وهذا يفسر لنا سبب وجود الملايين من الاستغاثات الموجودة في شبكات التواصل الاجتماعي التي تحتاج إلى عمليات نقل دم، وبتلك الطريقة التي ذكرناها مسبقا التي ستمكن الأطباء من تغيير فصيلة الدم سوف تحل تلك المشكلة بشكل جذري، لأن كل ثانية تمر على أولئك الباحثين من متبرعين بالدم قد تكون هي اللحظة الأخيرة، ولكن تحويل الدم إلى الفصيلة O القوية لا يستغرق أكثر من ساعة فقط. كما ذكرنا مسبقا بأن لون دم الإنسان نادرا ما يتغير من تلقاء نفسه، كذلك فصيلة الدم لا تتغير تلقائيا إلا في بعض الحالات شديدة الندرة، كتلك الفتاة الأسترالية التي لم يتم الإفصاح عن اسمها بعد، والتي بالفعل تغيرت فصيلة دمها بالكامل تلقائيا وهي في سن 12 عاما من عمرها. والغريب في الأمر أن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة سبب ذلك التحول،
مع العلم من أن تلك الفتاة قد أجرت عملية زراعة كبد قبل ذلك التحول بثلاث سنوات، وعلى ما يبدو أن جهاز المناعة لم يتقبل الكبد المزروع، لذا قام بتغيير الأنتيجينات بالكامل، مما أدى إلى تغيير فصيلة الدم ليتناسب مع نظام المناعة الجديد كلياً، وأن الكبد المزروع المنقول من شخص آخر قد حول تلك الطفلة بالكامل لتكون الشخص الذي تبرع لها بذلك الكبد. وفي كل الأحوال ستظل تلك الفتاة شاكرة للشخص الذي أنقذ حياتها أيما تحولت فصيلة دمها إليه.